بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة المغفور له أمير دولة الكويت الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح رحمه الله. وعرب جلالته عن أحر التعازي وصادق المواساة لسموه ولأسرة آل الصباح الكرام وللشعب الكويتي الشقيق في هذا المصاب الجلل، مؤكدا جلالته أننا فقدنا بوفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح قائدا عربيا حكيما أعطى الكثير لوطنه وشعبه وأمته، مستذكرا جلالة الملك المفدى الدور الرائد الذي اطلع به الفقيد الراحل في نهضة دولة الكويت الشقيقة وتقدمها وازدهارها وإسهاماته مع إخوانه القادة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواقفه النبيلة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية ومناقبه في مجال العمل الإنساني وما حظيت به دولة الكويت في عهده رحمه الله من مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مبتهلا إلى الله جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.